طيب هلا بنكمل محل ما وقفنا في الجزء الأول من الفيديو اللي عند I am. حكينا كانت visit my grandma today. I am visit. هل كانت الجملة صحيحة؟ لا، الجملة ما كانت صحيحة لأنه كان الفيرب ما معه ing. إحنا في الكونتينيوس عندي الفيرب يجب أن يأتي مع ing. هاي هي طريقة مثلا من الطرق اللي ممكن يجيك فيها أسئلة في الامتحان. Find out the mistake in this sentence مثلا. I am visit my grandma. بتجي تحكي لي ما بصير الفيرب لازم يكون ing. I am visiting. ما في شيء اسمه I am visit my grandma. I am visiting my grandma. Okay. هون مثلا باجي بحكي لك she is studies now. She is studies. لا، ما هي الاز اخذت الاس تبعت المفرد. خلص بتيجي هنا continuous. She is studying. وناو تدلني دائما على زمن المستمر. على الـ على الـ على الـ هي now تدلني على الحاضر او البريزنت، وكمان عندي ال ing تدلني على المستمر، اما now هي اللي بتدلني على انه هذا الحدث يحصل حاليا الان في هذه اللحظه. فاذا شو هم الكي ووردز اللي في هاي الجمله بدلوني على انه انا راح استخدم راح استخدم present continuous؟ هم راح اعطيك مثال امثله منهم زي كلمه now هلا حكيناها، زي كلمه listen. Listen، أنا عم بحكي معك بحكي لك listen they are talking to each other now. Listen صح؟ اللي هاي لو بتيجي في بداية الجملة listen. Look look it is raining now. Look. وكمان at the moment في هذه اللحظة. وفي عندي كلمات أكثر بس هدول اللي بيتذكروا أكثر إشي في هاي القاعدة اللي هم now listen look at the moment. فهلأ احنا اخذنا بالجمل عن الافورماتيف عن الاثبات، واحنا دائما ايش اول بعد الاثبات بعد الافورماتيف شو الاشي التاني اللي بناخده بنفس الترتيب اللي هو الانتروجاتيف. انتروجاتيف شو يعني انتروجاتيف؟ يعني نفي. سوري انتروجاتيف يعني الاستفهام او السؤال. اوكي طيب هلا انا لما باجي بحكي لك يا سابع معي او بحكي لك يا سابع يا حلوين، طيب باجي بحكي لك he is working now. طيب stop make it a question. اعمل لي اياها سؤال. في اسهل من هيك؟ هاي الهيلبينج فيرب عندي واضحة أمام عيني، محتاج إشي أجيبه من برا؟ لا. is بتصير كابيتال. he working ما في ولا إشي بتغير، الفعل زي ما هو والأماكن فقط هي لا تتغير، ولكن لا تبقى تبقى الترتيب على نفس إشي وما بتغير حتى على الفيرب إشي. مش مرات بكون في اس بنشيلها على الفيرب أو بصر. لا، هاي بس فقط بدك تبدل بين helping verb والsubject تصبح question. Is he working now? Another example مثلا my friend are studying now. Are studying at the moment or now. فول ستوب تيجي تحكي لي ار جبناها في البدايه عشان نعمل كويستشن. هلا بدل ما انزل ماي فريندز ار ماي فريندز بحكي ذي بالسؤال، دائما استخدم الضمائر اسهل. صحيح 100% لو نزلت لي ماي فريندز زي ما هي. ار ذي ستاديينج ناو كويستشن مارك. هن شوف كيف تحويل من جملة عادية لسؤال كيف جدا جدا سهلة. و I am نفس الشيء بتصير am I. am I مثلا شو ممكن نحكي على أمثلة على am I. am I going out now. هل سأذهب خارجا؟ am I. هلا هون تسأل عن نفسك. ليش هو في أمثلة بسيطة جدا؟ لأنه قليل جدا ما الواحد يسأل نفسه سؤال.
هل أنا ساعة مثلا هيك؟ هاي تستخدم على الأغلب، يعني مثلا تقدر تحكي am I مثلا going، am I going out now question mark. وكمان تستخدم على الأغلب مثلا كانت الجملة عندي مثلا I am walking with my friend. هلا ممكن السؤال يكون are you، شوف شو حكيت، الجواب ممكن مناسب في I am. انا حكيت معلومة عن نفسي، فشو السؤال رح يكون؟ انه حدا سألني are you walking with your friend، are you walking، شوف هيك بتصير كمان صحيحة جدا، انه انت هيك بناء على فهمك وليس تطبيق حرفي للقاعدة. انا عم بحكي عن حالي I am walking with my friend، بدي احولها لسؤال، احولها انه حدا سألني انا، ممكن am I مثلا، بس ما بتزبط، انا عم بسأل حالي هل انا ماشي مع صاحبي. هي الأزبط والأنسب اللغة كمتمرس كفاهم للغة، أنت بتسأل حدا رح يسألني are you walking with your friend، I am walking with my friend. أوكي تمام، هاي واحدة من الأشياء اللي كان لازم تفهمها، إنه ال I am على الأغلب تحول ل are you walking with your friend، my بتصير your لأنه واحد عم يسألني. ومثلا بتصير ممكن يكون كمان سؤال آخر what، شوف استخدمت what بس ما تغير بعد ال what، بنرجع نفس الترتيب اللي كنا نعمله what are، مش كابيتال ار، what are you doing، what are you doing، what are you doing now مثلا، او what are you doing، بيكون الجواب I am walking with my friends on the street مثلا في الشارع. What are you doing؟ I am هيك. أو what are you doing؟ I am حكينا، أو I am مثلا walking، أو بتحكي مثلا I am sleeping in my bed friends مثلا، في تخت صديقي. أوكي فبالتالي هون تعتمد على الفهم أكثر، هون فقط اللي فيه شوي لبس أو خربطة، إنه لما بتحكي عن حالك السؤال بيكون حدا بده يسألك إياه في عن إشي شو أنت عم تعمل، فبدك تجاوبه I am بلا 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 والإشي اللي أنت بتعمله. هلأ مثلا ممكن يكون باجي بحكي لك what برضو، هلأ الوات ما غيرت إشي على القاعدة، بعد الوات بمشي على نفس الترتيب what is تمام he doing، what is he doing، نفس الشيء حطينا ال is بعدين هي لأنها سؤال، what is he doing، الجواب رح يكون he is شو بدك تعطيني، أعطيني أفعال كمان، playing chess أو football أو أي شيء بدك إياه. he is، المهم إنه العبرة إنه حكينا he is playing chess. أوكي كمان طيب what هنستخدم كمان is she doing، شوف استخدمنا جميع الضمائر، بنحكي she is combing her hair، ننتبه هنا hair hair غير هير يعني هي شعرها، الشعر هير، هير يعني هي شعرها هي، فول ستوب، كامبينج يعني تمشط تمام. هيك احنا بنكون فهمنا القاعدة، وحتى لو كان في وات او ما كان في وات نفس الترتيب، تيجي الهيلبينج فيرب في السؤال طبعا، هيلبينج فيرب بعدين السبجكت بعدين فيرب اي ان جي. طيب اخر حالة عندي اهو هي الاخيرة اللي هي النيجاتيف، ولا في اسهل منها وما بدها اشي لحالك، لازم تكون عارفة اللي هي النفي، يعني مثلا بدل ما احكي she is dancing professionally مثلا بشكل محترف، بدي اخليها نفي، بتصير
She isn't dancing. بس فقط حطيت ال I حطيت النت مع ال helping verb تصبح منفية professionally full stop. بدل ما أحكي they are talking to each other بتصير they نفس الإشي ما في شيء بتغير aren't بس بنحط not على الفل على ال helping verb talking to each other بدل ما أحكي I am cleaning my room باجي بحكي I am not أو am not cleaning my room فبالتالي هيك عرفنا الثلاث حالات عندي في القاعدة الثلاث كتير سهلين نفسي نمشي على نفس النمط اللي أخذناه تقريبا في نسبة عالية جدا مع قاعدة مبارح اللي هي there is و there are نفس الشيء بن فيها there isn't there aren't نفس الشيء بعمل السؤال بتصير is there بدل there is وبتصير are there بدل there are على نفس النمط بنمشي الخطوات خلينا نشوف بشكل سريع هنا شو كاتبين لنا في الكتاب أمثلة مثلا باجي بحكي هنا read the questions and answers هلا بنشوفنا نقرأ كيف نمط الأسئلة والأجوبة نفس اللي حكيناه هلا على الورقة شرح What is نقدر نحكي what's أو what is الاثنين صحيحات What is he مثلا doing What is she doing What is Anne doing حكينا اسمها بدل ما نحكي ضميرتها نفس الشيء صحيح 100% What are you doing What are they doing What are we doing إذن الضمائر تختص الـ are اللي هم you they we هاي واضحين وفي الـ is he or she وات او اسم صريح يكون انه ان سامي رامي ريما هيك هاي بتكون اسماء صريحه او what am i doing what am i doing حكينا هاي صحيحه 100% بتحكي what am i doing او what are you doing رح تجاوب في i am هلا هون الاجوبه رح تكون مثلا لو كان السؤال what is He doing حيكون الجواب he is مثلا swimming what is she doing حيكون الجواب she is playing what is Anne doing برضو جواب رح يستخدم فيه she لأنها Anne بنت she is مثلا diving she is breathing out اللي بتحكيها بتختاره وننتبه كمان للاختصارات للconjunctions هنا what's أو what is هنا he's أو he is she's أو she is كله صحيح هدول نفسهم لهدول نفس الإشي ما في اختلاف بينهم هنا نفس الشيء what are you doing we are doing مثلا what are you دائما بتحكي يا إما إذا كان ال you مقصود فيها شخص أنت بتحكي I am مثلا diving I am الفعل اللي بدك إياه بتعمله لكن إذا كان بيو مقصود فيها أنتم What are you doing مقصود فيها مجموعة بيكون الجواب We are مثلا floating Okay What are they doing They are practicing تدرب What are we doing We are skiing What am I doing Okay I am أو am أوكي الجواب رح يكون I am boating I am water skiing إذن بناء على السؤال بيكون الجواب هلأ هون above the exercise نفس الشيء بدك تكون أنت شخص رح تستخدم أنت الطالب number one رح يستخدم هدول في تكوين سؤال وطالب الثاني رح يستخدم هدول في تكوين الجواب هدول لازم يكونوا على الفعلي يعني انه طالب يسأل الثاني والثاني يجاوبه يعني مثلا عندك اكزامبل انت كطالب اسمك student one راح تحكي استخدمنا الضمير you اول شيء بدك تستخدمه تحكي what
آه فراغ يو. طيب أنت بدك تحكي شو بدي أحط لليو؟ are ولا is؟ أكيد are. what are you doing؟ كلهم راح نستخدم لهم الفعل doing، كلهم راح نستخدم الفعل doing. what are you doing؟ الجواب راح يكون float حكي لك، فبدك تحكي I am floating. يطفو أو يطيش، يطفو. I am floating. كمان مرة نعيد السؤال، نحكي سؤال بس نستخدم هي هالمرة، بنحكي what is he doing؟ الجواب مع انه معطيناك الجواب الفعل اللي بدك تستخدمه sink يبحر او يغرق، he is sinking. he is sinking. تمام، في تغييرات رح تصير انت بدك تكون عارفها، ورح نكمل الباقيين she و they و I هدول ان شاء الله في الحصة غدا، او رح اعطيك واجب منهم ان شاء الله رب العالمين. هلأ هون make questions and answer about pictures below like the ones in exercise 1 work in okay. هلأ what is مثلا هون John doing؟ حتحكي he is breathing out، هو بتنفس تحت المياه. number 2 عندك Bill، نيجي بنحكي what is ولا are Bill؟ what is Bill doing؟ question mark، رح تجاوبني he لأنه Bill ولد، he is floating هي عم يطفو على سطح المياه. اوكي باجي هون على picture C بيحكي what are they doing؟ they are two persons، بنحكي they. what are they doing؟ بتحكي لي they are diving. and the last one what is and doing؟ what is and doing question mark، نحكي she is swimming. اوكي وهون situation مش مهم كتير، المهم انك تركز على هذا النمط من الاسئلة، هذا السؤال جدا مهم اللي هو question 2. وبكفي هون لليوم، يعطيكم العافية وان شاء الله تدرسوا القاعدة منيح، واي سؤال ابعتولي انا جاهزة.